غياب دعم الفلاحي لمحافظة صلاح الدين أدى إلى انتشار البطالة بينهم، مما جعلهم يلجؤون إلى ترك الأراضي والبحث عن مصدر رزق آخر في المدينة، الأمر الذي سيزيد من تصحر الأراضي الخصبة. يعد قطاع الزراعة من أهم أبواب الدخل المالي للفلاحين في محافظة صلاح الدين، ولكن وضعهم تغير منذ سنوات بسبب غياب الدعم الحكومي لهم وإغراق السوق بالمحاصيل المستوردة. وبدل أن تكون المحافظة مكتفية ذاتيا، أصبحت الآن مستهلكة، والمستفيد الأكبر من هذا الوضع هي دول الجوار. واقع الفلاح الحقيقة واقع مؤلم ومدهور، يعني بسبب إهمال الدعم للفلاح. فبدل ما انه يجيبون المستورد من برا، بدل ما وتروح عملتنا كلها برا يدعمون بها الفلاح، والمنتوج مالنا المحلي الحقيقة اولا من ناحية النوعية هو ارقى من عنده واصح من عنده واحسن من عنده. ومحافظة صلاح الدين الحقيقة هي السلة الغذائية للعراق بكل نواحي القضاء، وخاصة قضاء سامراء، يعني مشهور بكل شيء، حمضيات، زراعة، من كل شيء، والبقية الأقضية حقيقة كل من مختص بزراعة. وعلى الحكومة أن يدعمون الفلاح بدل ما يستوردون هاي العملة اللي تطلع برا، ينطوها يدعمون بها الفلاح، وحتى مو نكتفي ذاتيا، وإذا حتى مو ذاتيا حتى يقدروا بإمكانهم والله يصدرون. يعني الافتقار إلى وسائل وأدوات الزراعة أجبرت الكثير من الفلاحين للجوء إلى مهن أخرى، مما سبب كثيرا من البطالة وترك مئات الدوانم من الأرض الخصبة والتوجه إلى الأقضية والنواحي. الإهمال وقلة الدعم من قبل الدولة للفلاح بالبذور والأسمدة ومواد الغاز وما إلى ذلك من المواد والأسمدة أدى إلى إهمال هذا القطاع المهم بالعراق، اللي هو بعد النفط، يعني أرض العراق هي أرض زراعية، ولكن نهيب بالدولة وبمحافظة صلاح الدين دعم الفلاح العراقي وتشجيعه لإنتاج المحاصيل. من المعلوم بأنها منطقة خصبة ومنتجة لكافة المحاصيل الزراعية. والله الفلاح كان يفلح لأن كان عنده المواد والكهرباء وما أدري شنو، هسه كل شيء ماكو، لا كهرباء، لا غاز، لا مي، لا كل شيء ماكو، فالتجأ إلى الأقضية والنواحي، ماكو يشتغل هذا مثل ولد ابنه يشتغل بالبطيات، ابنه يشتغل بالطين، الاخر يشتغل سايق، ها في سبيل المعيشه. يعني لو اكو دعم للفلاح ماكو، ها لكان الزراعه مبذوله والخضار وكل شيء مبذول بالعراق، لان العراق ماكو، ها كان يقوم يصدر للعالم. في حال لم تتدارك وزاره الزراعه ومحافظه صلاح الدين الواقع الزراعي وايجاد حلول علميه، فالمشكله ستتفاقم بتصحر الأراضي والهجرة من الريف إلى المدينة. لقناة صلاح الدين سفيان يوسف، سامراء.